عوافي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا، منطلع عليكم اليوم لحتى نحكي بالموضوع اللي صار، خاصة فيما يتعلق بجامعة الدول العبرية، عفوا العربية، يلي كان فيها وفود أوروبية ووفود غربية، ما بعرف ليش. رح نحكي بهذه التفاصيل، ورح نحكي قديش الأعراب هن أشد نفاقا، أشد نفاقا وكذبا من كل أصناف البشر على الكرة الأرضية، يلي ما بيهمهم، لا بهمهم كرامتهم ولا بهمهم عزتهم، لأنه بهمهم بس المراكز والعروش يلي بيقعدوا عليها. وما في مرة من سنة 48 لهلا اتخذوا قرار يفرح القلب أو بيخلي الواحد يفتخر فيهم. مشان هيك الإنسان بيخجل يقول أنا عربي. هيدا سبب من الأسباب يلي صرنا فترة زمن طويلة عم نناقش فيها، وعم نقول إنه هودي الجماعة ما بينحط الإيد بزنارهم، لأنهم لا يفقهون، لا يعرفون بالكرامة ولا يعرفون بالشهامة ولا يعرفون بعزة النفس. بيعرفوا كيف بدهم ياكلوا مناسف، وكيف بدهم بتعرفوا بلا ما نفوت فيها هيدي التفاصيل، كيف يشربوا بول البعير الأجرب. على كل حال رح نفوت بهيدي التفاصيل وتفاصيل غيرها، ولكن بدي اخذ اتصال من الأستاذة بشرى خليل لحتى نوقف على آخر المعطيات، وهيك بناخذ لفحة كرامة ولفحة سيادة ولفحة عزة من المقاومة الأستاذة بشرى خليل. ثواني وبتكون معنا. طيب خلينا، يمكن الخط مشغول عم بيعطي كولين، خلينا هلا بنرجع بنحكيها. ولكن قبل ما نرجع ننتقل للاتصال، يعني في اشياء مثلا بيطلعوا مثلا الامريكان او الاداره الامريكيه بتصرح انه ارض فلسطين هي حق مشروع لليهود. يعني ما بعرف على شو عم بيرتكزوا، لا اذا بده يرتكزوا على ما ورد في الاديان، كمان كانوا الكنعانيين هن اساس الارض بفلسطين، لانه فلسطين معروفه هي ارض كنعان واريحه، اهم ما المدن، تاني مدينه مأهوله تاريخيه بالعالم من بعد بيبلوس، هي اريحه وكان سكنها الكنعانيين. بس اذا صح هذا التعبير، يعني كان من الافضل فاذا ردوا امريكا للهنود الحمر، ما هن الشعب الاصلي. اذا مزبوط ارض فلسطين هي حق مشروع لليهود، تفضلوا كمان ارض الولايات المتحده وارض كندا وارض امريكا كلها، القارتين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه هي للهنود الحمر. وكمان اذا هيدا بدها تسري على 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 ارض فلسطين، كمان تفضلوا ردوا تركيا للقسطنطينيه، وتفضلوا ردوا المغرب العربي للامازيغ، وتفضلوا ردوا ارض كنعان للاراميين، وتفضلوا ردوا ارض سوريا للسوريين، وردوا مصر للاقباط، وردوا العراق للاشوريين، وردوا استراليا للاب اوريجينال بيبل، يعني الشعب الاصلي. ما عم بفهم يعني هيدا المنطق اللي ليش بده يسري فقط على ناس محدده، وخاصه على فلسطين وعلى اليهود، وما بده يسري على غير الدول. لكن هلا انا بقعد، لكن طالما هيدا المنطق هو السيد وتبع عملا بنظريه المقارنه، فاذا انا بدي طالب باعاده الأراضي للدولة اللبنانية، للإمارة لبنان من شمال حلب إلى جنوب عكا. شو يعني هيك الواحد، يعني كل واحد احتل أرض بده يرجع يقول إنه لا، هيدي للشعب الأصيل. ما بقى فينا من بعد سنة 1943 أو من بعد الأربعين، حرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما بقى في حدا يطالب بهذه الأرض أو هديك الأرض، طالما الكل اعترف فيها وطالما الشعب الأساسي اللي قاعد بهذه الدولة قبل. الله معك استاذ بشرى. استاذ ايه الو ايه، بونسوار استاذ الو بشرى، الله معك، ايه بونسوار انت معنا على الهوا. استاذ بشرى، معك. لما يكون عندنا، لما يكون هيك بدنا نحس بالعزه وبالكرامه، ما فينا الا ما نسمع صوتك، لانه صوتك وفكرك
مليان كرامة ومليان عز. حبيبي حبيبي أستاذة بشرى، يعني يعني بتعرفي صرنا من 27 الأول، إذا بدنا نقول معركة وجودية من أجل، أو عم نحس إنه بداية نهاية للكيان يلي رابط على أرض فلسطين المقدسة يلي هو الكيان الإسرائيلي. أول شيء بدي صحيح. أسألك من الآخر قبل ما نفوت بتفاصيل يلي عم بيصير بغزة ويلي عم بيصير على أرض جنوب لبنان. اليوم كان في اجتماع لجامعة الدول العبرية، عفوا العربية، وتعسروا وتعذر إصدار بيان ختامي. أنا قلت بيان ختاني هيدا لأنه يعني اسم الله عليهم، بسبب وجود الوفود الأوروبية التي رفضت واعترضت على صدور أي بيان يساوي المدنيين بغزة بالمدنيين بالإسرائيليين. شو تعليقك على هذا الموضوع، خاصة أنه حضرتك السيدة بشرى من العروبيين الأصيلين بالمنطقة عندنا؟ لك بغض النظر استاذ فادي عن اي شيء، عن اي انتماء، انت بس اوقف على الضفه كانسان، تحترم انسانيتك وتطلع باللي عم بيصير. العرب موقفهم مخزي. انتوا يا عرب لما اجوا الاوروبيين المفروض تعرضوا افلام عن مجازر اسرائيل اللي عم تعملها، شو صار بالاطفال، شو صار بالمدنيين، صور وافلام عن الدمار اللي صار بغزه قبل ما يبلشوا بأي كلمة تفرجيهم شو اللي عملته حليفتهم إسرائيل وربيبتهم ووليدتهم إسرائيل. الناس هول جميعا لا يزالون ينظروا إلى أساس أنهم جويم مثل ما بينظروا الأفارقة، كلنا جويم حنينا يعني بيأدوا بجم. لخدمتهم وليمصوا لنا دمنا. أنا محل العرب ما بشمل فيهم بالأساس وبفرض عليهم مواقف قبل ما يجوا على هيدي القمة الزبالة هيدي القمامة. يعني أصلا هو السيسي بالأساس عمل هاي القمة لأنه خايف يعملوا له بسيناء بقرة أو دويلة صغيرة لداعش، لأنه إذا تهجرت الناس حتتحول للإسلام المتطرف. وطبعا والأساس يعني ممكن الإخوان ينتقل بسرعة من الإخوان المسلمين بعد هالمآسي اللي صارت عليه للتطرف، أمر يعني كتير منطقي بعلم النفس الاجتماعي. بدهم يصيروا عاملين له مشكلة بخاصرته، خاصة راح يعتبروه مسؤول عن اللي صار فيهم لأنه ما حميهم موقف وقف الدرجال، هو عم بدافع عن حاله. هلا هن العرب كلهم هول أساسا حاملين خناجر وقادم بدقوا فلسطين، يعني عم يطعنوا فلسطين مش أول طعنة، 100 طعنة صاروا من وقت ما تخلوا عن صدام حسين وتركوا امريكا تجي تحاكم رئيس عربي بعاصمة عربية وتحاصروا 10 سنين وتجوع شعبه وهن ساكتين عم يتفرجوا، ورجعوا شافوه عم يتعلق على مشروع وعم يتحاكم ناس بلا كرامة بلا وجدان. انا بقول لك اللبناني عنده وجدان، السوري عنده وجدان، يعني الناس اللي عم تتحرك واللي تحركت مش بالكلام، كل عمرنا متحركين جزئيا. نحن اكثر ناس وقفنا ونصرنا قضيه فلسطين ونصرنا القضايا العربيه نحن لبنان، كل عمر بيروت هي منطلق من نصرة القضايا القوميه الكبيره، ما استحوا ما خجلوا مننا انه نحن اول ناس بالمشرق العربي ذلينا اسرائيل وكسرنا هيبه اسرائيل بال 2006 وبال 2000 كمان، خليناهم يهربوا بدون قيد او شرط وحررنا ارضنا، وثاني مره بال 2006 لما انهزمنا وما حدا يقول الشيعه اللي هزموا بس، وما حدا يقول اهل الجنوب، لا كل لبنان كان واقف وقفه رجل واحد، لانه في عمق استراتيجي لاهل الجنوب اللي هو بقية لبنان وبقية الشعب اللبناني. نحن أهم من كل فرسان الأمة العربية طلعنا بمواقفنا. تخجل هلأ أنه أمريكا وأوروبا والغرب كله راكد عم بيبوس أيده أنه ما تخلوا مقاومة اللبنانية يتحرك، ما تخلوا حزب الله، إذا بتريدوا مونوا على ما مش حاسبين حساب لحدا بكل المشرق العربي إلا إلنا، وهذا عز وفخار لإلنا أنه نحن وصلنا لمحل صرنا نحن رقم صعب. ما خجلوا هول العرب مننا، ما استحوا على دمهم، بالعكس حاملين خناجر ونازلين طعم بفلسطين لهلا، لهلا كلهم. ابن زايد شو عم يعمل؟ كل هذه الدول الخليجيه اللي صارت حاكمه بالام العربيه شو عم تعمل؟ ما هي اساس كل بلانا بهول 10 سنين. نحن محاصرين استاذ فادي،
محاصرين بالكهرباء، محاصرين بلقمة عيشنا، محاصرين بالدواء، محاصرين بكل شيء. من يوم من قرروا العرب انه يصالحوا اسرائيل ويعملوا تصريح معها، صار في محاولة لضرب وظيفة لبنان بالمنطقة من اجل نقل الوظيفة لاسرائيل. ضربوا لنا دورنا المصرفي لتصير المصارف اسرائيل هي مصرفهم، ضربوا لنا البور تبعنا، كل اللبنانيين بقلبهم من جوا مقتنعين انه بور بيروت انضرب مقابل بور حيفا، حتى تصير تجاره الترانزيت والبور تبعهم بور حيفا. ضربوا لنا مستشفياتنا، الكادر الطبي كله عنا صار فيل لبرا من ورا الحصار المادي والجوع اللي عم بينوا فينا، جامعاتنا كله كله عم يرجع لورا. ليش؟ لانه لا تنتقل وظيفتنا لاسرائيل. نحن اليوم انا بقول لك ان شاء الله يا رب يسقط التطبيع وتسقط مؤامراتهم كلها لترجع لبنان وظيفته. يرجع يمكن، انا متاكد ان شاء الله اذا هذا المبريه الاسرائيليه بعد كم شهر لتلاقي بور بيروت تلزم، لانه ما عادش يقدروا يطبعوا ويستعملوا بور حيفا، بده يرجع الدور والوظيفه للبنان. وباذن الله وباراده الله يعني هالشيء بده يصير، وبهمه هاي اللبنانيين اللي عندهم كرامه، اللي نحن اكثر حدا بينا بالوطن العربي كله عندنا كرامه، كلنا كشعب لبناني. انا ما مميز جنوب عن شمال عن بقى عن كسروان، قلنا هلا وقت الناس هلا صح خايفين من الحرب، خايفين من ردات الفعل، حاسبين حساب، عم بجربوا يفتشوا على بيوت بعيدا عن مناطق النار. ولكن استاذ فادي نعم بقلب كل لبناني تعاطف لا يقاس مع اللي عم بيصير. انا لهلا ما شفتش واحد مش تصريح جوا حتى بينك وبينه عم واقف بمشاعره مع اسرائيل ضد غزه، ولا حدا. كل الناس مع غزه، كل الناس مع الشعب الفلسطيني بكل لبنان، بكل علاقاتنا، بكل الأطراف اللبنانية، بكل المناطق اللبنانية، تواصلاتنا بتأشر على أنه اللبناني قلبا وقالبا متعاطف مع غزة. خايف على حاله أوكي، خايف على البلد أوكي، ولكن ما حدا فيهم عم بيرفلوا جفن ليقول أنه المدني الإسرائيلي مثل المدني تبع غزة. لا، نحن بالآخر ناس ملتزمين بالله وبمحمد وبالمسيح كلنا. ما في انسان مؤمن ايمان عميق وحقيقي ما بيقدر ما يتعاطف مع غزه، ما بيقدر يتعاطف مع هاي المآسي اللي عم بتصير حدنا، حتى لو مش عرب نحن وهن عرب. بس انت عم بتشوف انسانيا استاذ فادي، بتشوف هون في واحد عامل آلة دمار ونازل بالطيران عم يفلح فلاحه بناس عزل. وين بتوقف انت؟ كمسيحي وين بتوقف؟ كمسلم وين بتوقف؟ كيف ما كنت؟ كانسان، كبوذي، ككونفوشيوس، لو شو ما كنت، وين ممكن توقف كانسان انت؟ أكيد. طبيعي توقف انت مع ابن غزة. وهي العرب جماعة بلا خجل بلا خير. وهذا الشيء عم نلاحظه بتغيير الرأي العام العالمي، يعني بالولايات المتحدة الأمريكية استاذ بشرى صار في أكثر من 600 مظاهرة وكلها مظاهرات ضخمة عم بتندد بالسياسة الأمريكية وعم بتطالب انسحاب إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية. استاذ بشرى خليل، حضرتك كمفكرة ومش بس كحقوقية، كمفكرة وكعندك تجذر بالقضايا العربية وخاصة القضية الأم، القضية الفلسطينية، هل أنت مع حل إقامة الدولتين أم مع إنهاء هذا الكيان الرابد على أرض فلسطين المقدسة؟ شوف استاذ فادي، طالما هن موجودين طالما المنطقه بؤر التوتر، القصه اكبر من قصه غزه ودويله فلسطين للفلسطينيه. اليوم في صراع ما بين طريق الحرير والممر الهندي، الغرب كله بده الممر الهندي لانه بيمحينا كليا من خارطه النفوذ بالمنطقه، خاصه احنا من ايران، مصير العراق، سوريا، لبنان. 100% لا، ومنصير شغيله عند نفطنا وغازنا، بنصير مثل البنغلاديش اللي قاعد بدولة نفطية بالخليج، بنتفرج عليه بعينينا وبنخدمه كرمال يستثمروه هن. نحن بنصير بس هيك يعني، واحد قاعد بيطلع بعينه على ثروته عم تنسر وتنهب وتنتهب وما بيقدر يعمل شيء. الغرب كل عمره بيسرق ثروات الشعوب، حتى الفتات ما بيترك لها. عملوا هيك بافريقيا، عملوا هيك باسيا، بكل الدول اللي استعمروها عملوا هيك. نحن اليوم هذا الصراع كثير كبير بين جماعة الممر الهندي اللي هن أمريكا وإسرائيل ودول تانية، وجماعة ممر طريق الحرير. نحن كلبنان إلنا كرسي محفوظة بترسيم حدود النفوذ مع الحلف الثاني،
ما حلف طريق الحرير، مصيرنا هيك، قدرنا هيك، مش انا بحب او ما بحب، بس نحن مصلحتنا العليا اليوم مع الناس اللي بتاخده وبتعطي، مع الناس مش اللي بتيجي بتستعملك خادم، تستثمر ثروتك وتقشطك اياها وتخدمك وتستعبدك، تعملك عبد مثل ما عملوا بالافير عبيد. عملوهم. نحن بهيدا الصراع الكبير، صراع ترسيم حدود النفوذ بين القوى العالمية والقوى العظمى. نحن بدنا ننقي خيار من الاثنين. نحن من مصلحتنا، لأنه لبنان بالممر الهندي ما له محل، نحن مصلحتنا بالممر الثاني، ونحن قوايا اليوم على الأرض أكثر من غيرنا. هلا عم بيقولوا بدها تصير حرب، طاحن الحرب ولئيم الحرب وسيئة الحرب، ولكن بنتيجتها هن مش حينتصروا، حننتصر نحن بالآخر يعني، لأنه نحن قوانا عم نقاتل على أرضنا مش لحالنا. لما بتشوف مين اللي محشد هلا لحتى يفوت بهيدي المواجهة، لأنها مواجهة إقليمية ودولية يعني، مش حبا بحد حدا بحب حدا وبدي يقاتل عشانه، لا، هاي المواجهة لمصلحة الكل. طيب استاذة بشرى، فنحن محورنا هو الأقوى، الأقوى هو اللي بينتصر بالآخر، وإن كنا بنتمنى أنه تنتهي بدون حرب. هل تعتبري انه الامور رايحه لحرب شامله، نظرا للتردد الاسرائيلي اذا صح التعبير، خاصه انه العمليه اللي عملتها المقاومه ب 7 تشرين راح نصير باخر تشرين ولم يتخذ القرار؟ هل بتعتبري الاداره الامريكيه لم تعطي الضوء الاخضر لبنيامين نتنياهو للقيام بمحاوله هجوم بري، مع العلم مسبقا انه اي هجوم بري على غزه سوف يكلف الجيش الصهيوني كثير خسائر، فهل تعتبري انه ما في ضوء اخضر امريكي للقيام بهذه العمليه، او ان التهديدات من قبل المقاومه اللبنانيه على راس الامين العام السيد حسن نصر الله بالرد بشكل قاسي على حدود الشماليه لفلسطين المحتله هو اللي مخلي هذه العمليه تتاجل او لا يتخذ قرار فيها؟ شوف، شرحك بالسؤال كثير مهم، انت عم بتضوي على فعلا الاشياء اللي عامل اليوم نقاش. اليوم امريكا لما اجى بايدن لهون ولما قرر يبعت فورد من اول يوم، فورد مش جاي عشان غزه ولا عشان القدس ولا عشان نتنياهو، فورد جاي عشان غاز البحر المتوسط. جاي امريكا قالت له انتصرتوا علي بالبحر الاحمر، انا بدي حصتي بالبحر الابيض المتوسط، وطبعا اكبر ثروه غاز هون نعم البحر المتوسط، لا تحط ايدها بشكل مباشر. هل رح يندرك لهذا الامر؟ لا، هي عم بعمل هلا خرطه كيف عم بتكون، شافت انه غزه مش متروكه لحالها، المتحرك يعني لبنان حيتحرك من خلال مقاومته، اليمن حيتحرك، العراق حيتحرك، الثانية اللي كلها متضررة من الوجود الأمريكي وعمقها الصين والروسية على فكرة، يعني اثنين ليلا نهارا عم بيتابعوا بالتفاصيل شو عم بيصير. أمريكا عم تدرس كل هذا الوضع، صارت بعتقد شايفة إنه أي مواجهة عسكرية حيكونوا خسرانين. حتى بالداخل الإسرائيلي اليوم نقاش بين جنرالات سواء السابقين أو الحاليين، نقاش مع بعضهم أو السابق مع الحالي، كلهم عم بيقولوا بما معناه إنه النصر غير مضمون. بالعكس يعني، واحد عم بيقول له لرئيس اركان او شيء، بيقول له للجنود، بيقول لهم انتم لازم تحطوا باعتباركم انه رايحين تقاتلوا القسام، يعني انت في تقاتل محمد علي كلاي، انتبه لحالك، يعني خطاب بدل ما يرفع معنويات بدمر له معنوياته للجندي، بس هن لانه بدهم يكونوا واقعيين، هيدا الواقع عم تدرسه امريكا. برايي اذا شافت الامور رايحه بهيدا الاتجاه يمكن يرجع الحكماء بامريكا ياثروا عليها، بتعرف هيك اليوم صار في استقالات داخل صحيح الاداره الامريكيه، صحيح استقالات بمراكز مهمه، ليه؟ لانه شايفين انه في مغامره غير مضمونه النتائج ممكن تفوت فيها الاداره الامريكيه، عشان هيك برايي التردد. نعم لانه نتنياهو له شهر، رح يصيروا شهر تقريبا، ومش قادر لحاله، ما في ياخذ القرار، يعني امريكا بده تكون بقلب القرار. هلا رايحين بالاخر على القرار او رايحين ما بتعرف، لانه بعدهم عم بيزينوا الامور، اذا عندهم عقل ودارسين الامور مزبوط برايي مش لازم يروحوا عليه، المفروض يفتشوا على حدا يشيلهم من البير اللي وقعوا فيه. طيب لانه يعني بتعرف كمان التراجع عن التهديد مش سهل يعني، بس بدهم يفتشوا على رافعه.
لا كيف بدها تكون وكيف شكلها ما بعرف، وإذا فاتوا بالقصة ما بعتقد حيربحوا النقد. طيب استاذ بشرى، لنفترض لم يتخذ القرار وما راح تتوسع الحرب ولا راح يقدروا ياخذوا قرار بمحاولة اجتياح او غزو بري لغزة، الامور وين بدها توصل هون؟ شو راح يصير الحل برأيك؟ هل الحل بيكون بالضغط او بإذعان الكيان الاسرائيلي من اجل القبول بحل الدولتين، او بده يصير في مثل بداية نهاية لهالمشوار هيدا تبع الكيان يلي موجود على ارض فلسطين المحتلة؟ شفت اللي بيقرا تاريخ الامبراطوريات كيف تطلع وكيف تبلش تنزل بيشوف انه نحن سواء الامريكي والغرب بشكل عام او الكيان الاسرائيلي اللي هو جزء منه بحاله هلا نزول، خلص صعود ما بقاش في عندهم، خلصوا وصلوا القمه بمكان ما بلحظه تاريخيه ما وبلش هلا تراجع. هلا بدايه النهايه انا شايفتها بعيني بصراحه. الله يسمع منك. الو استاذ بشرى، الو، اسمع. الو الو، ايه ايه عم عم بسمعك، بسمعك عم انا. بسمعك استاذ بشرى، ايه تفضلي تفضلي. انا اول ما شفت وطلعت على التفاصيل وقابلت بعض الاخوان وعرفت منهم بعض الاشياء التانية اللي مش معروفة بالاعلام، انا قلت هيدي الحرب ما قبل الاخيرة، بعد هاي الحرب الأخيرة وفيها التحرير الشامل، لأنه اليوم مضعضع إسرائيل من الداخل، جربت ترجع تاخذ دورها كقوة رادعة ما عادش قادرة، هيدي أفشلتها فشل ذريع ورجعتها لورا لما قبل سبعة، يعني بسبعة تشرين قبل سبعة تشرين كان وضع أفضل بكثير من هلأ فيما لو انتهت بهذا الشكل. نتنياهو مش ضامن إنه يحسن وضعه بمعركة، إذا تراجع لورا بمعركة يعني معناتها عم يكرجوا كرش نحو النهاية. هلا عم بفتشوا على حبل خلاص، ما بعرف كيف ممكن يكون يخلوه يعملوا شي شغلة تحفظ مية الوجه لإسرائيل، ما بعتقد بعد في شي بخليها تحفظ مية الوجه إلا إذا ربحوا معركة برية، لأنه ما عادش في يتراجع عن شعارها وهي مش مضمونة. مين اللي بده يتقدم؟ تتقدم روسيا، بيتقدم حدا من الكبار، بيتقدم بمبادرة ليخلص ينهي القصة على ستر وسلامة، ما بعرف شو اللي ممكن يصير، بس أنا بقول مفتوحة الأبواب على كل الاحتمالات. بس بالنهاية أنا بقول بداية العد العكسي للكيان. طيب استاذ بشرى، في كتير عم بيحكوا بلبنان انه ليش الامين العام للمقاومه السيد حسن نصر الله ما عم بيطلع على الاعلام وما عم بيحكي، ما عم بيعمل خطاب؟ هل هيدا من ضمن التكتيك اللي بتتبعه المقاومه والقياده الحكيمه للمقاومه لعدم او لدس النبض من قبل يعني من العدو الاسرائيلي حول مجريات الامور العسكريه، او هيدي متعمده من أجل عدم فضح أمور، أو لأنه هناك بعد في مرحلة ترقب إن كان بالوسط الكيان الصهيوني أو بوسط محورنا؟ شوف هذا جزء من الحرب النفسية اللي عم يعملها للكيان وللغرب كله، اللي قاعد عم يطلع وعم بيراقب ويشوف شو بده يكون موقف حزب الله. اطلع وتصرح، طبعا تصريحات عمومية وانه في حال الدخول البري نحن مش تاركين غزة، بس طلعت الست حسن هي بدها تكون اشارة الضوء الاخضر. ما بيعملها هلا لتستوي الامور وتنحسم وتتحدد الخيارات سواء عندنا او عنا، بس تتحدد الخيارات برايي رح يطلع السيد. طبعا انا مع هذا الصمت، انه الصمت عم يحرق لهم اعصابهم للاعداء، هذا الصمت عارفين انه صمت ناتج عن قوه مش عن ضعف، لانه هن كلهم عم يعملوا مبادرات. حتى انا حسب ما سمعت انه في تواصل مباشر صار كمان، مش بس عن طريق جهات رسمية لبنانية او عن طريق الرئيس بري او عن طريق الرئيس مئاتي او عن طريق قطر او عن طريق مصر او عن هي كلها او عن طريق عبد اللهيان او كله، كل هيدي الناس عم تتواصل، ولكن انا كمان سمعت انه في تواصل مباشر، ولكن حزب الله بالاستراتيجية بالقضايا الكبرى
يعني انا من الناس اللي بيوثقوا ثقه كتير كبيره فيه وكتير عاليه، انه اهم من اهم طرف عربي ممكن يعرف يدير معركه مواجهه مع اسرائيل ومع هذا الوضع الدقيق والصعب، وخاصه انه صار اقليمي على دوله مش محلي بس يعني. فعشان هيك انا بقول صمته مدروس، صمته جزء من المعركه اللي عم ينعمل على الحدود عنا. انت عارف شو عم ينعمل صحيح بالمركبه، صحيح مركبه طوروها الاسرائيليه بشكل الكورنيت ما عادش ينفع معها، بس استعملوا لها اسلحه كمان مطورينها هم، دوبوها مثل قطعة الزبدة للمركبة. ايه، بس أنا عم عم بحس بنكب الحزب جايبهم بربع السعر، يعني كل شخص عم بيطلع له صاروخ كورنيت مطور. ما صرنا عم نصنع، ما في أسلحة نحن طورناها ونحن عم نصنعها، صرنا يعني المحور تبعنا سواء عندنا هون او عند رفقاتنا بالداخل بفلسطين. ف يعني انا بصراحه قلبي كثير بارد للنتيجه، صح المواجهه ضخمه وكبيره مثل كل حرب يعني، ولكن بالنتيجه الله بده ينصرنا نحن. اليوم الله معنا، والله مبلش عم يبعث لنا اشارات انه الله معنا والانبياء معنا، وهيدي الدم هول الاطفال بغزه اكيد هزوا العرش يعني، تعرف يعني هلا ربنا ومحمد والمسيح لو عم نشوف شو عم بيصير يعني طفح كايلهم برايي. ف بدهم يقاتلوا معنا بيقاتلوا معنا هالمره ان شاء الله. وما بعرف كيف بدها تطور الامور، مواجهه او غير مواجهه، بس بالنتيجه نحن منتصرين. حتى لو انتهت عند هون هلا وقاموا بيسولوا ايده الناس لنتنياهو وقف الحرب البريه وعملوا شيء وقف، ولكن اللي صار لحد هلا هو انتصار لنا مش لإله، يعني هو دمر مثل كل مجرم بدمر وبيخبط، بس المعركة تبع 27 نتائجها لقدام كثير مش بس لهلا، نتائجها ضخمة يعني. طيب استاذ بشرى، هل في لنقول صارت الحرب الشامله، هل تعتبري المقاومه رح تفوت بريا على منطقه شمال فلسطين من اجل تشكيل حزام امني على عمق 20 كيلومتر؟ لانه سمعت هيدي اليوم من قبل شخصيه كثير مهمه عم بيحكي بهذا الموضوع ضمن صالون مسكر، انه في احتمال المقاومه تقوم باجتياح بري لشمال فلسطين على عمق 20 كيلومتر لحتى يوصلوا للنقطه اللي هي بالوسط بين بحيره طبريه وبحيره الحوله. هل هذا احتمال يكون يعني قريب اذا بلشت الحرب بالشامله؟ كل الاحتمالات واردة. في عم ينحكى بتحرير مزارع الشبعة، نعم عم ينحكى بكثير أمور، أنا برأيي كلها مقدور عليها، أهم من القدرة عليها إنك تقدر تحتفظ فيها. درس إنه فينا نحتفظ فيها أو لا هلأ برأيي، هيك هذا اللي بدنا ندرسه نحن. طيب في حال الانتصار، هل يعني هذا الانتصار هل يعني نهاية النفوذ الأمريكي أقله في لبنان ونهاية هذه المشاكل اللي عم نعيشها ودخول الخط الصيني الروسي أو خط الحرير علينا أستاذ بشرى؟ هلا لا اقول لك اللي صار بالعراق او باليمن امبارح، كل النهار المدمرات الامريكيه بالبحر هونيك من جهه اللي قاعده، بس عم بتلقط المسيرات والصواريخ اللي عم تبعث اليمن كانت على اسرائيل. هلا هم قالوا كذا صار، قالوا لا مش كروز، هيدا نحن الكروز اللي عندنا ما بتقدروا تسقطوا بعد، بس استعملنا الاسلحه الاستراتيجيه المهمه. كانوا شي 5 6 ساعات او اكثر، قد يمكن اكثر، كانوا كل الوقت بحاله حرب حقيقيه. اليوم عين الاسد، هاي القاعده الامريكيه بالعراق انضربت، وامبارح انضربت. صحيح. اليوم صابوها يعني، اول امبارح ما عرفت اذا صابوها او لا، ولكن هم عارفين انه الموقف جدي. يعني انت اليوم اذا نحن اللي عم نقود القصه، يعني احنا كبير القوم اذا بدك عنا نحن، فاذا نحن اللي عم نحرك جبهه العراق واليمن وعم هيدا التكتيكات واللي عم نعمله هون نحن، وطبعا بغزه بعدهم محل ما اخذوا ما تراجعوا عنه، يعني ما رجعت اسرائيل اخذت المطرح اللي حرروه جماعه غزه، يعني عرفت كيف؟ بعد في تقدم وبعدهم الغزيين عم يواجهوا الاسرائيليين، يعني حماس والقسام وهون. فاذا انت اذا هلا
عم نقود هون بعدنا بالمرحلة التمهيدية. أمريكا عم تدرس هذا الوضع، أمريكا بتقول لك إذا هلأ وهولي هيك، كيف بعد شوي إذا انفتحوا فرد وقت كله هول الجبهات؟ ما بعتقد، وخاصة أنت عم تحارب عارضك وعم تحارب أنت بأسلوب الجيوش النظامية بتعرفش تحارب فيه. صحيح. يمكن جبهة الجولان تنفتح، يمكن هلأ موضوع إذا بلشت المعركة سوريا فاتت والجولان بده يتحرر. يعني عرفت كيف؟ يعني الملف كله بده ينفتح على وسعه. وهيدا الشيء بتتخوف منه الإدارة الأمريكية، لأنه خسارة إسرائيل بالمنطقة معناتها انتهى نفوذها بالشرق الأوسط، معناتها كمان بتأثر على إمبراطوريتها للولايات المتحدة، كأنه ببلش العد العكسي لزوال النفوذ السياسي بهالمناطق الأساسية لها بالعالم. صح 100%، هذا اللي هلا عم تفكر فيه امريكا، انه بعدها حاجه ملحه لمصالحها هي وجود اسرائيل بالمنطقه، وحاجه ملحه لضمان طريق الممر عندها. فالامريكان هاي المعركه بالنسبه لهم فاصله، يعني كثير مهمه وكثير اساسيه، حتى لو بدهم يضطروا يفوتوا بمواجهه، بس هن فاتوا بمواجهه مع المقاومه العراقيه، بتعرف كيف؟ يعني راح لهم فوق ال 4000 من الجيوش، من الجيش النظامي، غير هول الشركات الامنيه اللي بيستاجروها، بس صحيح. من المارينز راح لهم فوق ال 4000، واضطروا يسحبوا جيشهم، واضطروا يعملوا الحرب البديله بلبنان تعملها اسرائيل بدل ما اساسها من اللي جايين على سوريا ولبنان، ما قدروا يكفوا مشروعهم. طيب كيف هلا طورنا نحن كثير عن 17 سنه لورا، وصرنا مش لحالنا نحن، يعني صار مثلنا 6 7 بالمنطقه، يعني نحن واليمن السوري، السوري دربناه على هيدي الحرب، كمان جيش النظام السوري صار مثلنا بيتقن هيدي الحرب، يعني صارت هيدي الناس 6 7 عندهم اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا، وبتعرفش مين بعد بده يفوت على الخط كمان معنا. هولي العلقة معهم كتير صعبة، بس أمريكا بوضع كتير حرج وكتير خطير، ولكن بالآخر برأيي أنا ما أصاب السلطنة العثمانية بالحرب العالمية الأولى سيصيب أمريكا. هل تعتبري في دور لروسيا ضمن هالقصة هيدي اللي صارت بلشت من 27؟ يعني هل في دور مباشر؟ نعرف انه في دعم لوجستي، ولكن هل في دور مباشر ردا على الدور الامريكي والناتو باوكرانيا؟ هلا هي المعركة وحدة على فكرة، يعني في جبهتين، هلا جبهة أوكرانيا وجبهتنا برأيي اللي نفس النتائج، صراع على الغاز وعلى الثروات الطبيعية وعلى حدود النفوذ للدول العظمى بالعالم، كيف تترسم حدود النفوذ. هلا الدور الروسي أكيد يعني إلى كرسي على الطاولة بهذا الموضوع، الصين أساسية، الأمريكان عم بيقاتلوا ليضلوا رقم واحد برأيي، كل هاي المعركة شايفين الأمريكان ليضلوا هن اللي عم بيديروا قصة الثروات الطبيعية للعالم، ولكن برأيي ما حيضلوا هن الرقم واحد بهذا الموضوع، ومش حيضلوا بصدة القرار إن أو هن اللي ماسكين الديركسيون تبع العالم وهن عم بيمشوا. بتقديري هلأ هاي اللحظة اللي بده ينتهي فيها هذا الدور، يعني روسيا عم بتابع من مطرحه، الصين عم بتابع من مطرحه، كيف اشكال تدخلهم ما بعرف كيف ممكن تكون باي انواع دعم، ولكن بتقديري انا خلص نحن قوه صاعده كلنا سوا وهن قوه بتراجع. أستاذة بشرى، شو بتقولي لكل الناس، للشعب اللبناني المقيم والمغترب، يعني إذا بدنا نعتبر إن إذا في حرب شاملة ولا ما في حرب، على الحالتين بده يكون في انتصار، شو بتقولي لهم أستاذة بشرى؟ أنا بدي أقول لهم إنه تعذبنا كثير وعانينا كثير وقطعنا أكثر من مرة قطوعات كثير صعبة، ولكن بهيدي الحقبة ما نعاني أصعب بكثير من السنين السابقة بدون الحرب. هاي الحرب فيها مفتاح الفرج بإذن الله، قاسي وصعب، ولكن مثل اللي عم يطلع من عنق القنينة بس طالع على فرج.
يعني انا كيف ما فتلت شعري انه لبنان حيكون المستفيد الاكبر، لبنان بدها ترجع له وظيفته، ما فينا نكون ملحق لحدا ولا فينا نكون شاغيل بكره عند الاسرائيلي. نحن انه لبنان بزتوا لنا فتات لبعض الادوار، لانه نحن ما بقاش نكون هيك اولا، وثانيا بنكون خسرنا كل يعني وظيفتنا الكامله وخسرنا كرامتنا الوطنيه. فنحن قادمين ان شاء الله، اول شيء في عمليه انقاذ لنا ولدورنا ولوظيفتنا فتنا، وهي عناية إلهية اللي عملت هالشي كله، لأنه نحن نيتنا صافية كلبنانيين، والله بيعرف إنه نحن هيدا الدور لازم نضل نلعبه بالمنطقة، وإنه نحن كل عمرنا نخدم القضايا العربية والمنطقة العربية، وكل عمرنا نحب العرب ويحبونا. فإنه يتراجع دورنا ربنا ما بيقبل، هاي واحدة. اثنين، يعني أنا مطمئنة للعناية اللي هي فينا، ومطمئنة إنه كيف ما قلبت سواء بالتفاهم أو بالجلوس على طاولة المفاوضات أو بحرب، نحن يعني إنما الفرج صبر ساعة، يعني بدنا نصبر على الشد شوي، بدنا نتحملها من ربنا، لأنه مش بإيدنا، مش نحن اللي منقررها، هي جاية من ربنا مثل العادة. نحن شعب مؤمن ونصبر، وآخر شيء ربنا بده يمدلنا حبل الخلاص، نحن أول ناس رح يطلعوا على حبل الخلاص بإذن الله. فالمهم نضلنا إيد وحدة وكتف واحد، وما نسمع لبعض الأصوات النشاز اللي بتطلع من هون أو من هون. 100%. لأنه نحن هلأ بتكاتفنا بوقفتنا دايما باللحظات الصعبة بنوقف مع بعضنا كلنا. ومرفق حيفا مقابل مرفق بيروت. الوقفة اللي بدنا نوقفها هالمرة يلعن أبو مرفق حيفا، مش حيتم مرفق بيروت، بده يرجع يضوي على المنطقة كلها. مرفق بيروت عمره 4000 سنة، مش ممكن عجلة التاريخ بتقول لك هيدا بده يرجع، بده يرجع. وانا والله قلبي قايل لي انه ان شاء الله بعد ما تخلص الازمه ما رح نشوف الا ورجعت لزم مرفق بيروت. نحن يعني شو بدي اقول لك، يعني بيسواش الواحد يقول انا مصلحتي بالحرب، بس هي حرب اني عملوها مش نحن، بس نحن قادمين ان شاء الله على فرج باسم رب العالمين. والمهم نحن نيتنا تكون صافيه، وقلبنا وإيدنا مع بعضنا مثل العادة. حتى الله كيف انتصرنا بال 2006، 2006 معركة ما حدا كان متخيل إنه نحن ننتصر فيها، بس لأنه كنا كلنا إيد واحدة إلا وقت كلبنانيين. الرئيس عون قال لوفد المقاومة وقت طلعوا لعندهم عرابي، قال لهم شو بدكم بالداخل، روحوا على الجبهة والإنسان رح ينتصر على الآلة. وهلأ كمان رجع هذا. يا الله ما اعظمه. بس بتعرف شو مشكلتنا الوحيده هلا؟ شو انه قصر بعبده فاضي. نحن لو هلا في سيد ببعبده مثل ما كان الرئيس عون، نحن كان يعني في كثير شغلات اشكاليه كانت انحلت بلبنان. وجود حدا شبح وموجود بعده، يعني بصراحة السلطة الرسمية أنا بوسعش بحدا فيهم، يعني عنا فراغ بهذا الموضوع، وإن كانوا يمكن يخجلوا حالهم، ولكن كلهم عندهم مصالح برا وارتباطات أنا ما بوسع فيهم. لو سيد بعده بعده، ولو يرد علي ويضل قاعد بالقصر، يقول له رح ضل بالقصر لتنتخبوا واحد تاني، معنى ما في أنا بدي صرف عمان. ما ردش علي، شو ما ما بيحب يخالف الدستور، حتى لو انه المنظومه هيدي اللي نحن وياك بنشارك، مش حقدنا بنشارك انه نفس الهدف، انه هيدي المنظومه يجب عليها الرحيل، واكيد بالانتصار رح تزحط لحالها. ما هيك يا استاذه بشرى؟ رايحين على بيوتهم كلهم. بس انا بدي اقول شغله، تفضلي. الانسان المفروض يكون موضوع حيادي ويتذكر الوقت الوقفات الذكية والمهمة باللحظات الصعبة لبعض الأشخاص. بيجا نتنياهو بعتقد أو مين لما وقف وقال بمطار بيروت حزب الله حاطط مش عارف شو صحيح شغلات وقصص، فورا كان عنده وزير خارجية جبران ذكي باسيل متحرك وسريع البديهة اللي اسمه جبران باسيل. وانا على فكره مش قاعده انا وياه ولا مره قبل ما يفكروا الناس انا صداقه واصحاب، انا مع الرئيس عون ايه، بس جبران باسيل ولا مره قاعده مكتب بس انا قربت وياه. هلا قاعده انت يعني وياه، قربت شيء يصير بس ما قربت قربت قاعده لا انت. بصير انا بصير العصفوره لا قالت لي بصير انه قربت قاعده انت وياه.
لا لا، كان ممكن بيت رمضان يصير هالشيء، بس لعبة رمضان وصايمين يعني من صعب. بس اللي عم اقوله انا، بادر بوقته بمبادره صحيح، بملكها الذكاء. جاب انا السفرة كلهم. سافرت برا الاجانب، كل السفراء العرب والاجانب، واخذهم برمهم على المطارح اللي حطها بخرايطه وقتها نتنياهو كان جاي، برمهم عليها واحد واحد باللحظه ذاتها. كان ما يقولوا كان فيها شيء وفضوا حزب الله، اخذهم فورا وفرجاهم انه ما في شيء. نحن بحاجه لقيادات صح. ليش هلا كل المركز الرسمي، ولكن لما بتكون عندنا السلطات الرسمية الدستورية شخصيات عندها هاي المبادرات وعندها هذا التفكير الديناميكي والذكي، بس في لبنان كثير كان صحيح، فهذا الفراغ بمنصب دستوري كبير بهاي الحقبة هاي المرحلة اللي نحن فيها. أنا هذا مضايقني على المستوى الشخصي، إنه كان لازم بهذا كان يكون فيه معبى، يعني المنصب الدستوري يكون معبى. يلا بركي قريبا تطلعي بتهنيه بقصر بعبدة استاذ بشرى. إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب. نحن بهمنا رئيس جمهورية ديناميكي ومتحرك وذكي وعنده طموح لبناء، للبناء، وبيعرف يخطط لبناء الأوطان كيف تكون. انا بدي اتشكرك استاذ بشرى، وبدي اتشكر عنفوانك وهالعزه اللي بتعطينا اياها، لانه انت منبع للصراحه، وما تواخذيني انه مش عم بقلل من قيمه المراه، انت منبع للرجوله لما ما يكون في رجال ابدا سوا، يعني كلهم سوا متخبين. على كل حال استاذ بشرى رح يكون لنا حلقه كامله معك صوت وصوره قريبا الله راد، مثل ما وعدتك وقت كنا إن بفرنسا. شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، من كل بد بإذن الله، من كل بد حبيبي. ميرسي استاذة بشرى، وتصبحي على ألف خير وبالنصر الأكيد بإذن الله. شكرا لك وتحياتي لكل الناس اللي عم تسمعنا. ميرسي، وهن بيوجهوا لك كمان نفس التحية. سلامات سلامات سلامات. ميرسي، باي 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 باي. باي. فإذا كنا مع الأستاذة بشرى، يعني عن جد الحكي معها بيرد الروح إذا كان الواحد روحه مش معه، وهي كمان الأصوات النشاز اللي عم تطلع أو اللي ساكتين مش عم بيسترجوا يحكوا لأنه مش عارفين وين الدفة رح تبلو. منطمنهم إنه الدفة معروفة وين بدها تميل، والانتصار أكيد ما في مجال، لأنه المنطق والحق والتاريخ والطبيعة بتقول إنه الانتصار رح يكون مع الضحية مش مع الجلاد. وعلى أمل أنه يتعبى مركز بعبدة مجددا بجبل تاني، وصارت قريبة بإذن الله، وعلى أمل كمان أنه نشوف مسار الأمور عم بيروح باتجاه الارتياح الكامل، لأنه الارتياح بفلسطين وحصر الكيان الإسرائيلي بيؤدي للارتياح بلبنان، خاصة على صعيد تنفيذ القرار 194 وكل القرارات ذات الصلة، وخاصة كمان بنكون انتهينا من الضغط الأوروبي والأمريكي فيما يتعلق بموضوع النازحين، يلي هو من أجل الضغط على المقاومة، لحتى في حال بدها تقوم إسرائيل بأي عملية مثل اللي كان مخطط له، النزوح السوري أو السوريين الموجودين على أرض لبنان يستعملوا من أجل الضغط على المقاومة، من أجل الإلهاء على المستوى الداخلي، لحتى ما تشارك بشكل كلي بعملية استرجاع الأرض يلي بتريح لبنان كليا. ومثل ما قالت الأستاذة بشرى، مرفق بيروت بيقابله مرفق حيفا، خط الهندي ما راح يمرق، لا بي يمكن يمرق بفلسطين عندما لا تكون، يعني لما ما تكون بقى موجودة إسرائيل، ولكن نحن مع خط الحرير، ونحن مع كل الدول تستعمل الطريقة السيادية من أجل التعاطي مع لبنان، مثل ما هلأ مرعوبين كلهم سوا عم يعملوا حملات وساطة من أجل عدم تدخل المقاومة بالصراع العسكري بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هيدي مش هتطلع لهم لأنه هيدي جبهة موحدة، وهذا المحور يجب أن ينتصر. وكل اللي عنده خوف من الانتصار، معلش، طالما في قيادة حكيمة على رأسها أمين العام، وطالما في رجل دولي مثل جبران باسيل يلي هو استمرارية للعماد عون واستمرارية لهذه المدرسة، ما في خوف انه يستغل هذا الانتصار على المستوى الداخلي. وبآخر الحلقة ما في إلا ما نستعمل المقص لختان العرب
والأعراب هم أشد نفاقا وكفرا وكذبا من كل شيء في مجتمعات بهالكرة الأرضية. فبدنا نستعمل المقص، لأنه هيدي بتوقيت المقص من أجل الختان، لأنه عجزه عن بيان ختاني يطلع. وما تخزوني على هذا التعبير، ولكن يجب ختان العرب لحتى ما بقى نعيش هيدي الانحدار، هيدا الانحدار اللي عم نعيشه من خلال هؤلاء يلي بيسموا حالهم عرب. وعلى كل حال، مثل كل آخر فيديو بنقول له نحن معك لآخر نفس. بنشوفكم بكرة الساعة 9:30 بتوقيت الجبل مجددا مع حلقة تانية، ورح نكون كمان مع شخصية أخرى بكرة، رح نعمل حلقة صوت وصورة نعلمكم بكرة مين هي. تصبحوا على ألف خير.